السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ناس كتير جدا طلبت مني الفترة اللي فاتت عربيات مستعملة. طبعا الكلام ده بعد ارتفاع جنوني جدا جدا لأسعار السيارات الجديدة، وكمان مش متوفرة، وكمان عليها أوفر برايس، بيوصل من أول 10,000 لحد 100,000 جنيه، وده حرام وما يرضيش ربنا. حضرتك كل جنيه هتجيب العربية انت تعبان وشقيان فيه وبيتك أولى بيه، فاوعى تدفع أوفر برايس. لذلك متابعين الكرام طلبوا مني ترشيحاتي لأفضل عربية مستعملة يقدروا يجيبوها من أول 100,000 جنيه وحتى 300,000 جنيه. لذلك قسمت الفيديو ده، هعمله على فيديوين أو ثلاثة. ترشيحات الأولى النهاردة هتبدأ من 100,000 وحتى 150,000 جنيه. بس قبل ما أبدأ الفيديو بطلب من حضرتك فضلا وليس أمرا إنك تدعمني بالاشتراك في القناة وتعمل لايك وكومنت للفيديو عشان تبقى دعمتني وقدرت تعبي في القناة. يلا بقى، مش عايز أطول عليك أكتر من كده، نبدأ في أول عربية في ترشيحاتنا النهاردة. أول عربية في الفئة بتاعتنا هي رينو لوجن. العربية دي عربية فرنساوي محترمة جدا، أداء حلو على الطريق، عالية عن الأرض، واسعة من جوه. قطع غيارها خلاص بقت منتشرة وأسعار قطع الغيار بتاعتها رخصت، والعربية أداءها كويس وعملية جدا على الطريق. العربية دي ممكن تلاقيها في أفضل حالة ليها ب 120,000 جنيه وتكون حالة محترمة. الترشيح الثاني معانا هي شيفروليه أوبترا. العربية اللي جاية في رينج سعر برضو حتى 115,000 جنيه وتكون حالتها كويسة وعربية كويسة، ولكن عيب العربية زي ما احنا عارفين الناس بتقول العربية ده شوية من جوه استهلاكها للبنزين عالي، فدي لو انت بالنسبة لك مفيش مشاكل تقدر تركب شيفروليه أوبترا وهي عربية كويسة. قطع غيارها بقت منتشرة جدا جدا في السوق المصري. كمان في الفئة دي تقدر حضرتك تجيب اللانوس. العربية اللانوس اللي منتشرة جدا اللي أكتر حاجة بتميزها توافر قطع الغيار ورخص أسعار قطع غيارها، ولكن العربية يعني أداءها مش حلو جدا على الطريق ومش أفضل حاجة، ولكن شغالة في الرينج بتاع 115,000 جنيه. وطبعا وحش الفئة دي اللانسر بوما، عربية منتشرة جدا في السوق المصري، قطع غيار متوفرة، استهلاكها كويس في البنزين، ثباتها حلو على الطريق، العربية واسعة عالية على الأرض، كل حاجة فيها ممتازة، وذلك أعتبر العربية دي وحش الفئة. تقدر تجيبها حتى رينج 125,000 جنيه وتركب حالة محترمة جدا من العربية. أما بقى عروسة الفئة هسميها النيسان صاني الشكل القديم. الصاني زي ما احنا عارفين الشكل القديم اللي كل الناس بتشكر فيه عن الشكل الجديد. عربية معمرة، عربية المكنة بتاعتها محترمة، عربية ثابتة على الطريق، واسعة، عالية، كل حاجة في العربية دي ممتازة جدا، ولكن بتحتاج منك انك تركب قطع الغيار الاصلية. مش هينفع اجيب قطعة الغيار وربع جنيه اركبها في العربية دي، ادائها مش هيكون كويس. لذلك العربية دي برشحها حلو جدا في رينج حتى 130,000 جنيه. اما العربية اللي بعد كده بقى العربية المنتشرة جدا 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 في الشوارع المصرية، شيفرولي أفيو. العربية اللي بتبدأ من أول 2010 النسخة الأوتوماتيك منها، عربية محترمة جدا 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 وملاكها كتير جدا في مصر. قطع غيارها موجودة متوفرة، العربية عيوبها قليلة وهقولها لك بالظبط، ولكن مميزاتها إن العربية عالية والعربية من جوه واسعة ومريحة، العربية أداءها حلو على الطريق وشغلها حلو جدا على الطريق، ولكن عيبها الوحيد اللي في رأيي هو استهلاكها عالي للبنزين. لكن حضرتك تقدر تريح نفسك من النقطة دي وتحول العربية الغاز وهتبقى العربية ممتازة جدا جدا فوق ما تتخيل معايا. أما الترشيح اللي جاي هو للعربية المشهورة جدا في مصر، هيونداي أكسنت آر بي، اللي من كتر نجاحها التوكيل أعاد إنتاجها تاني وبقى ينزل لها موديلات جديدة. عربية كويسة جدا جدا، ولكن في رأي عيوبها إن العربية واطية على الأرض والعربية ضيقة والثبات بتاعها مش حلو، ولكن العربية كاستهلاك للبنزين موفرة جدا جدا جدا، يعني اللتر ممكن يمشي معاك جوه البلد حوالي 14 كيلو وعلى السريع حوالي 17 كيلو، فهي عربية كويسة جدا في استهلاك البنزين. أما بقى حضرتك لو بتسأل على عربيات عشان تنزل تشتغل بيها وتاكل عيش، فعندي ترشيح وحيد في الفئة دي هي BYD F3، العربية اللي أثبتت كفاءة ممتازة جدا 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 في السوق المصري. العربية أداءها حلو جدا على الطريق، العربية يا جماعة قطع غيارها رخيصة جدا وكمان موفرة في البنزين وقطع غيار معمرة وأداء حلو وكل حاجة في العربية كويسة. حتى ملاكها قالوا كمان لو جبت العربية وفحتها شغل والموتور فوت بتقدر تجيب لها موتور تويوتا وتسقطه فيها وبيديك أداء عالي جدا. العربية دي تقدر تجيبها في السوق المصري مستعملة موديل 2018 2019 في رينج سعر 130-135 ألف جنيه.
اما العربيه اللي بعد كده بقى اللي هي افضل عربيه في الفئه دي وممكن تكون البي ام بتاعت الغلابه هي شيفروليه كروز، العربيه المحترمه جدا اللي ثبتها على الطريق بينافس العربيه البي ام دبليو. كل ملاك الشيفروليه كروز قالوا العربيه على الطريق حاجه ثابته، حاجه محترمه، حاجه فوق الوصف. ولكن العربيه دي فيها مشكله، هي ان بيحصل الفتيس بتاعها بيجيب كليتشات. عشان تهرب من الموضوع ده حاول تجيب عربيه من بعد 2013، العربيات الجديده اللي حلوا فيها مشكله الفتيس اللي كان بيبوظ. لو جبت عربيه حاله كويسه من بعد 2013 صدقني عمرك ما هتحاول تغير العربيه دي، لانها من افضل العربيات اللي ممكن تركبها في حياتك. العربيه دي تقدر تجيبها حاله محترمه جدا وكويسه جدا في رينج سعر 140-145 الف جنيه، هيجيب لك عربيه حاله كويسه جدا. اما اخر ثلاث عربيات في ترشيحاتي النهارده هم اول واحده تويوتا ياريس. تويوتا ياريس العربيه التويوتا للهواة اللي بيحبوا يركبوا البراند بتاع تويوتا، عربيه محترمه جدا اثبتت كفاءه في السوق المصري، موفره جدا في البنزين، كل حاجه فيها محترمه جدا، تقدر تجيبها في السوق المصري حتى سعر 140 الف جنيه. ولكن لو هتجيبها اكشف كويس جدا عند حد معتمد وثقه عن دوره التكييف بتاعه العربيه، لان اهم عيوبها ان دوره التكييف كامله بتبوظ وبتحتاج تغيير كل 10 سنين مثلا، فممكن يكون صاحبها دوره التكييف بتاعتها بتشطف عايز يخلص منها وينزل فيها، فاكشف عليها كويس، ولكن هي عربيه كويسه جدا. اما الترشيح اللي بعد كده بقى لهوات الاسكودا واللي نفسهم يركبوا اسكودا، معانا عربيه سكودا اوكتافيا اي 4 موديل 2004. الاسكودا اوكتافيا طبعا مش محتاجين نتكلم عليها، هتلاقيها بسعر من 130 ل 140 الف جنيه حسب الحاله. العربيات دي بتبقى من عند اخواتنا ذوي الهمم المعاقين اللي بيقدروا يجيبوا العربيه دي من غير جمارك ويقضوا بيها 5 سنين ويبيعوها، بتبقى حالتها كويسه جدا، فتقدر حضرتك تجيب العربيه دي هتكون عربيه محترمه جدا. اما اخر ترشيح في الفئه السعريه بتاعتنا العربيه بقى الكبيره العائليه اللي تقدر حضرتك تشغلها دوره مدارس او تنقل فيها اي حاجه، عربيه كويسه جدا ومحترمه جدا، هي هيونداي ماتريكس. هيونداي ماتريكس عندنا فئتين، المانوال والاوتوماتيك. الفئه المانوال اللي بتبدا معاك من 105 الف جنيه حتى 120 الف جنيه، اما الفئه الاوتوماتيك اللي بتبدا من 120 الف جنيه ممكن توصل معاك ل 140-145 الف جنيه. هيونداي ماتريكس عربيه كويسه جدا، عربيه واسعه جدا، عربيه عاليه عن الارض، العربيه القعده فيها مريحه جدا، تحس انت قاعد في كرسي صالون كده، شيك جدا، كل حاجه فيها كويسه، وقطع غيارها رخيصه وعمليه جدا، وقطع غيارها معمره، ولكن عيبها الوحيد في رايي استهلاك البنزين عالي شويه، مش عالي قوي ولكن عالي شويه، يعني ممكن اللتر يمشي بيك جوه البلد حوالي 9 كيلو، وعلى طريق سريع من 12 ل 12.5 كيلو. دي كانت مراجعه لاشهر العربيات المستعمله في السوق المصري وترشيحات اسعار العربيات المستعمله من 100000 جنيه حتى 150000 جنيه. حضرتك الفيديو الجاي ان شاء الله يكون من 150 ل 200 او من 150 ل 250، ولو عايز ترشيحات اقل من كده سيب لي في الكومنتات هرد عليك، ولو عندك اي اسئله عن اي عربيه مستعمله عايز تشتريها وعايزني ارد عليك واقول لك كويسه ولا لا او اعمل لك ريفيو عنها سيب لي في الكومنتات وهرد عليك في الحال. جمعنا الله واياكم في جنة عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.